الدنيا خضرة نضرة، الشهوات فيها مستعرة، والفتن يقظة، والنساء كاسيات عاريات، وكل شيء في هذا العصر يدعوك إلى المعصية. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك بيئة إيمانية، ما لم يكن هناك مجتمع إيماني، ما لم تكن هناك علاقات إيمانية، ما لم يكن لك أصدقاء مؤمنون، ما لم يكن لك مسجد تؤوي إليه، لن تستطيع أن تصمد أمام الفتن. لذلك الآن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك أنت مع أخيك تقوى على طاعة الله، ومن دون أخيك تضعف أمام إغراءات الشهوات. الدنيا خضرة نضرة، الشهوات فيها مستعرة، والفتن يقظة، والنساء كاسيات عاريات، وكل شيء في هذا العصر يدعوك إلى المعصية. إذاً لا تستطيع أن تطيع الله إلا بجو إيماني. من هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذاً أنت في أمس الحاجة إلى أن يكون لك جماعة تنضم إليها، تفرح بوجودك فيها، ترتاح لها، تؤنسك من وحشتك، تجعلك ناسياً لغربتك في هذا العصر. يعني إذا كان الناس بحاجة إلى جماعة قبل 50 عام، الآن بحاجة إلى جماعة أكثر من 100 ضعف، لكثرة الفتن، ولكثرة الصوارف، ولكثرة العقبات. إذاً انضم إلى جماعة تعتقد نظافتها وتعتقد صواب أفكارها، تعاون، كن عنصراً في فريق عمل. الجماعة رحمة. يعني مرة دعاني أخ كريم إلى رياضة يومية، لكن مع مجموعة، فألفتها وداومت عليها أشهراً طويلة. فلما أردت أن أقوم بهذا العمل وحدي لم أتابع إلا 2 يوم فقط. في حكمة بالغة للعمل الجماعي. أنت مع المجموع قوي، مع المجموع متماسك، مع المجموع همتك عالية. دروسنا علو الهمة، تأتي علو الهمة من الجماعة، في تنافس. يعني مرة كان هناك تبرع لميتم من مياتم دمشق، فطبعاً من عادة إدارة الميتم أن تدعو أهل اليسار في هذه البلدة، الأغنياء المحسنين طبعاً. ففي سنوات طويلة التبرعات كانت تجبى عن طريق الإعلان، فلان دفع 100 ألف، له شريك، قالوا أنا 100، فلان دفع 50، قريب له قال أنا 100 بدفع. يعني في تنافس شريف وتنافس طيب، ومحمود التنافس. كان في رقم كبير جداً يجمع، هو مصروف الميتم طوال السنة. مرة جاء توجيه من مسؤول عن التبرعات، قال اجعلوا التبرع سري، وزعوا أوراق وليكتب كل واحد كم يتبرع. جمعت الأوراق، أحصيت المبالغ، عشر المبالغ السابقة، عشر بالضبط. لماذا؟ التغى العمل الجماعي، في حماس. أنت إذا كنت مع إخوانك هناك حماس، هناك تنافس. والله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا تأتي علو همتك في الدين من أنك محاط
بجو إيماني، شاب معه شاب آخر يحافظ على صلاته، شاب معه شاب آخر يغض بصره، شاب معه شاب آخر يتحرى الحلال. أما إذا عشت مع الشاردين مع التائهين، أول أيام اللقاء لا تحتمل معاصيهم، بعد حين تألفها، بعد حين تستمتع بها، بعد حين تصر عليها، بعد حين تصبح من عاداتك دون أن تشعر. يعني المعاصي تتسلل إليك تسللاً إذا كنت مع غير المؤمنين. لذلك اجعل شعارك: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآية الثانية: واصبر نفسك. اصبر، معنى ذلك أنه يمكن أن تكون مع الشاردين في مكان مريح، أنت هنا في المسجد تجلس على ركبتيك وعلى الأرض، ما في مقعد مريح. قال لك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآن، ولا تعد عيناك عنهم. لماذا؟ تريد زينة الحياة الدنيا، يعني أماكن جميلة، في نساء، في اختلاط، في طعام طيب، في يعني مزاح، في ضحك. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الآن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. معنى أغفلنا قلبه وجدناه غافلاً. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني وجدنا قلبه غافلاً وله توجيهات، إياك أن تطيعه، إياك أن تستهدي بتوجيهات الشاردين، إياك أن تستهدي بتوجيهات من انغمسوا في الشهوات، إياك أن تستهدي بتوجيهات من أظلمت قلوبهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمره مضطرب. هذه الآية إخواننا الكرام أصل في علو الهمة. من أجل أن تعلو همتك طبق هذه الآية، مع أنها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يؤخذ منها أن تكون للمؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بالمناسبة أيها الأخوة، من أجل أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا بد من أن تأتي إلى المسجد. ماذا في المسجد؟ قال: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني بشكل مادي ما ممكن تفوت لبيت، ما ممكن تدخل لبيت إلا يقدم لك ضيافة مهما تكون متواضعة. طيب خالق السماوات والأرض أنت في بيته، أين ضيافته؟ ما في، في سكينة يلقيها على قلبك، في حكمة يمنحك إياها، في رضا تنعم به، في علاقات أسرية ناجحة، لك هيبة في البيت. أنت قد لا تحصي الخيرات التي تأتيك من إكرام الله لك. يعني زوجة صالحة هي الدنيا أو هي نصف الدنيا، انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. يعني في زوجات عبء على الأزواج، فأنت حينما تكرم من قبل الله تكرم بزوجة صالحة، تكرم بأولاد أبرار، تكرم بحكمة، تكرم بأمن، تكرم بسكينة، تكرم برضا. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد
تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. إذاً هذه الآية أصل في علو الهمة، أنت حينما تحاط بجو إيماني تنطلق إلى الله عز وجل تماماً كما لو جلست مع تجار كبار، هذا ربح بصفقة 3 ملايين، هذا 5 ملايين، أنت تشتهي أن تكون واحداً منهم. الآن لو جلست مع أناس غارقين في الشهوات وحدثوك عن مغامراتهم، بعد أمد تشتهي أن تكون منهم، لذلك الصاحب ساحب. فهذا الدرس يؤكد أنك إذا أردت أن تكون عالي الهمة عليك بأن تكون مع المؤمنين وأن ترتاد بيوت الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يرحمنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أنت في بيت الله ترحم، أما إذا خرجت من المسجد كان النبي الكريم يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني فضله في عملك وفي بيتك ورحمته في المسجد. والحمد لله رب العالمين.